قبل ما نروح للطقس اللي انا عايز اتكلم معاك، كنت في موضوع شويه كده قريت مقاله وتناقشت فيها يعني مع ريهام عندنا في الاعداد، وهي كانت اعتقد مقاله مهمه جدا. هي كانت مضمونها برضو، لان انا احب اقول الخلاصه يعني مضمونها، ان بيتكلم ان انت علشان تعمل اي عمل لازم تكون نفسيا جاهز لده ونفسيا مرتاح. بمعنى دلوقتي خلينا نقول مثلا انا قررت ان انا اعمل ريجيم ومارس رياضه، لو انا قررت القرار ده ولكن نفسيتي مش كويسه او حاسه ان انا مش مبسوطه، او حتى لما عملت دايت، لان خلي بالك الدايت او النظام ريجيم الناس برضو بتقلل سعرات حراريه وبتستغنى عن بعض المأكولات ومنها طبعا السكر بالظبط، فده بيؤثر على المود. فلو انت يعني سبت نفسك ان انت التأثير ده يتملكك اللي هو السلبي، مش هتعرف تكمل. فقد ايه المقالة كانت بتتكلم ان النفسية لازم تكون مرتفعة جدا، ولازم تحب اللي انت بتعمله عشان تنجح وتستمر فيه. فانا عجبتني بصراحة جدا دي، طبقها بقى على كل حاجة عندك. منطقي الكلام، لو جينا نطبقها هنلاقي ان احنا كل واحد فينا كواليتي الشغل بتاعته ممكن تبقى احسن مما هي عليه 50 ضعف على الاقل، لو فعلا النقطه اللي انت بتتكلمي عنها متحققه، فكره ان انت مزاجك رايق فبتعملي الحاجه، يعني كلمه بمزاج متحققه بقى في الحاله دي. أيوة. طبعا كلام منطقي جدا صحيح، بس تنفيذها برضو مش سهل قوي يا هواند، لان انت عندك ضغوطات. ده في ناس بتبقى ماشيه وشايله مشاكلها على ظهرها، هي اللي شايله مشاكلها. بص المشاكل موجوده والخير موجود، انت شايل ايه على ظهرك وماشي؟ ده موجود وده موجود، والاثنين غصب عننا واحنا ماشيين في طريقنا هيفضلوا معانا. فالنظره، بص دايما اقول لك الحياه زي ما انت هتشوفها، الحياه فيها الحلو والوحش، فيها الايجابي والسلبي، فيها النجاح والفشل، فيها كل حاجه. طبعا. انت ماشي وماخد معاك ايه، وده اللي هيفرق. طبعا، بس انا بقول لك اللي ينفذ ده لازم يبقى عنده ايه؟ اراده. طبعاً. وقدره كده على ان هو يفصل نفسه وينسلخ بعيدا عن المشاكل، ودي حاجه مش كل الناس تقدر عليها. وخلي بالك للاسف الشديد وخصوصا في الزمن ده المشاكل زايده قوي، الهموم بالتالي يعني زايده هي كمان جدا، فمش كل الناس تعرف تهندلها بالتكنيك ده، بس اللي يعرف يعمل كده يبقى يساعده. يا هنا حتى التدريب ممكن فعلا نوصل لده.